أهالي دلالة الكرمل الكرام، مساء الخير. غدا الساعة 7:30 ستنطلق مسيرة الربيع، مسيرة دلالة الكرمل، مسيرة المحبة والتآخي والألفة، مسيرة البلد الواحد، مسيرة القلب الواحد، مسيرة النضال الواحد والهدف الواحد. لذلك أدعوكم جميعا للاشتراك في هذه المسيرة. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لمشجعي ولأنصار هبوعل معين دلالة الكرمل، لقد خسرنا يوم أمس، ولكن لكل حصان كبوة ولكل سيف نبوة. أضمكم إلى صدري وأقول لكم بالحرف الواحد أنه لا بد سننطلق في العام القادم إلى درجة أعلى. وأذكر دائما علوا الراية، علوها علوها على العالي، شدوا الهمة شدوها راح تطلع الدالي. نحن كلنا قلب واحد وفريق واحد ومجموعة واحدة. لذلك انضموا غدا، شاركوا غدا. أنتم خسرتم معركة واحدة ولكنكم ستربحون الحرب بدون أي شك. أنا في انتظاركم غدا جميعا، جميع أهل دلالة الكرمل. إلى اللقاء.